السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقاءنا يتجدد مع درس جديد وهو آخر درس في مادة الدراسات الاجتماعية من الوحدة السادسة. الدرس يتحدث عن موجود في الوحدة السادسة التي تتحدث عن حقوق الإنسان، والدرس يتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو من الوحدة السادسة التي تتحدث عن حقوق الإنسان للصف السابع في مدارس فلسطينية. الآن سوف أستعرض الأهداف. الأهداف هي ثلاث أهداف. الهدف الأول هو توضيح مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يشمل أيضاً أسباب الإعاقة وأنواعها. والهدف الثاني بيان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف الثالث استنتاج مفهوم المواءمة والدمج. نستعرض أولاً بأول الأهداف. في الهدف الأول مفهوم الإعاقة، هنا موضحة صورة لدي تبين بعض الإعاقات في النشاط رقم 1 صفحة 65. كما هو مبين لدي الإعاقة لديها مفهوم، المفهوم الأول والمفهوم الثاني. المفهوم الأول والمقصود به هو إصابة الفرد، إصابة بدنية أو ممكن أن تكون عقلية أو ممكن أن تكون نفسية، تسبب ضرراً لنموه البدني أو العقلي وتحد من القدرة على القيام بأداء متطلباته الخاصة بعمره وجنسه، ويبدو أقل من أقرانه. أقرانه يعني المجتمع الذي حوله أو أجيال نفس الجيل لعمره. المفهوم الثاني هو حالة من التأخر الملحوظ من الناحية البدنية واللغوية والتعليمية، فينتج عنها صعوبات خاصة غير موجودة عند الآخرين الأصحاء، وهذه الصعوبات تستدعي فرص وأساليب لتلبية احتياجاته. إذن مفهوم الإعاقة كما هو موضح لدي في الصورة هنا، إعاقة ممكن أن تكون عقلية، ممكن أن تكون سمعية، ممكن أن تكون بصرية وغير ذلك. ولدي مفهومان من المفهوم الإعاقة، المفهوم الأول والمفهوم الثاني كما ذكرت. الآن لأنتقل إلى الهدف الآخر هو أسباب الإعاقة. أسباب الإعاقة كثيرة، ومن أهمها ممكن أن تكون عوامل وراثية خاصة بالوالدين، أو ممكن أن تكون عن طريق تعرض الأم الحامل قبل الولادة لبعض المشاكل الصحية والتي تسبب فيما بعد لإنجاب طفل معاق. السبب الثالث من أسباب الإعاقة ممكن أن يكون سوء تغذية وأيضاً التدخين، وهي من أسباب الإعاقة. تعرض الطفل بعد الولادة للإصابة ببعض الأمراض التي تسبب الإعاقة. أيضاً الإصابة الخطيرة مثل السقوط من مكان مرتفع أو حوادث السيارات أيضاً هذه تسبب إعاقة. في الحالة الفلسطينية طلاب وطالبات يتعرض الأطفال لإصابات بالرصاص وتفجيرات أثناء العدوان والضرب أثناء الاعتقال، هذه تسبب أيضاً إعاقات في فلسطين. مثل أيضاً سياسة ينتهجها الاحتلال الصهيوني للأشخاص مثل سياسة تكسير العظام. هذه السياسة أكثر السياسات التي انتهجها الاحتلال الصهيوني، وخاصة خلال الانتفاضة الفلسطينية التي كانت في سنة 1987. هذا بالنسبة لأسباب الإعاقة. الآن هناك أنواع كثيرة من الإعاقات، ومن أنواع الإعاقات هي الإعاقة الحركية وأيضا الإعاقة الحسية والإعاقة العقلية والإعاقة الذهنية التي سوف أوضحها واحدة واحدة الآن. في البداية الإعاقة الحركية. الإعاقة الحركية دائما تشمل هذا اللوغو أو هذه الصورة. عندما نرى هذه الصورة توضح لنا هي إعاقة شخص معاق حركيا. من هو الشخص المعاق حركيا؟ هو الشخص الذي لديه عدم القدرة على التحرك بشكل كلي أو ممكن أن يكون جزئي، وبالتالي عدم القيام بالأنشطة والمهارات الحركية مثل المشي وحمل الأشياء. مثال على الإعاقة الحركية الشلل بأنواعه كلها والإعاقة الناجمة عن الحروب، كما حدث مع الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة للتعرض لبعض إصابات الدماغ. هناك بعض الأدوات المستخدمة للإعاقة الحركية مثل العصا يستخدمها الشخص المعاق حركياً، والعكاز، الكرسي المتحرك، والأطراف الصناعية أيضاً ممكن أن تستخدم للإعاقة الحركية عندما يفقد جزء من أجزاء جسمه، يد، رجل، أي من ذلك. النوع الآخر من الإعاقة هو إعاقة حسية، هي الحواس الخمسة، ومنها أكثر الحواس التي تتعرض
وبصري. الأدوات المستخدمة في مثل الإعاقة السمعية نستخدم لغة الإشارة حتى يفهم الشخص المعاق، والإعاقة البصرية نستخدم شرائط مسجلة صوتيا حتى يستطيع سماع إذا لم يرى. الإعاقة النطقية مثل استخدام نظام بريل الخاص بالمعاقين في النطق. النوع الآخر من الإعاقة هو إعاقة عقلية، ممكن أن تصنف بإعاقة متوسطة أو بسيطة أو شديدة. النوع الأخير هي الإعاقة الذهنية، وهذه الإعاقة يطلق عليها في بعض الأحيان إعاقة تعليمية أو ضعف عقلي، مثلا عدم القدرة على التركيز أو العد أو استرجاع المعلومات. فهنا يشعر الطفل بعجز وعدم القدرة على الإنجاز والتحصيل العلمي إذا كان هناك ضعف أو عدم استرجاع المعلومات. هذا بالنسبة للهدف الأول من مفهوم وأنواع وأسباب الإعاقة. الآن أنتقل إلى الهدف الثاني وهو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي احترام حرياتهم واستقلالياتهم، وأيضاً ممكن أن تكون حقوقهم شاملة في المشاركة الفعالة في المجتمع وتكافؤ الفرص مثلهم مثل أي شخص آخر، مساواتهم وقبولهم أيضاً في المجتمع، توفير البيئة المادية التي تمكنهم من الوصول إلى كافة مجالات الحياة. المادية هي الأشياء الملموسة مثل المباني، السكن، الطرقات، وسائل النقل، وأيضاً الالتحاق بالتعليم. هناك اتفاقيات تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل في فلسطين مثلاً، هناك قانوناً للإعاقة صدر في عام 2009، ولكن هناك اتفاقيات دولية أقرها المجتمع الدولي في كانون الأول من عام 2006، وأيضاً انضمت إليها فلسطين فيما بعد في شهر نيسان من عام 2014. هذه بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف الأخير وهو الموائمة والدمج. الموائمة هي من كلمة ملائمة، يعني ملائمة الأمور للأشخاص ذوي الإعاقة. من مفهوم الموائمة هي إعداد المباني وتجهيزها، مثل المباني تكون مدارس، جامعات، مستشفيات، شوارع، غير ذلك، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها ولتسهيل دمجهم في المجتمع وإكسابهم المهارات والقيم والاتجاه حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم والانخراط في أنشطة المجتمع. هنا تخص المجتمع نفسه. أما الدمج من يعني دمجهم مع الأشخاص الآخرين، إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة العامة مثلهم مثل غيرهم في المجتمع كغيرهم من الأشخاص العاديين، مثل هنا جهزنا المباني، هنا الدمج الالتحاق في هذه المباني مثل المدارس، الالتحاق بالمدارس، الالتحاق بالجامعات للحصول على المؤهلات العلمية لتوليهم الوظائف، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في التعليم، من حقهم أنهم يتعلموا، مساواتهم مع غيرهم من الأشخاص من نفس العمر، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية المختلفة. ممكن أن يكون هذا الشخص المعاق قادراً على تولي مناصب ومشاركته في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية المختلفة. وهنا ننتهي من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.